الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد لدى تفقده لمعرض للمؤسسات الناشئة بحاضنة الأعمال بجامعة ولاية المسيلة أن المؤسسات الناشئة كانت الأكثر تأقلماً مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، خصوصاً تلك الناشطة في المجال الرقمي. التغطية كانت لسفيان قوادري. المؤسسات الناشئة لها المرونة والقادرية على التأقلم بطريقة سريعة جدا للتغيرات الاقتصادية، التغيرات في مناخ الأعمال. ولاحظنا أن الشركات الناشئة كانت ربما الشركات الأكثر تأقلما مع الظروف التي فرضتها هذه الجائحة، خاصة منها الشركات في مجال الاقتصاد الرقمي. لاحظنا أن هناك كثير من الشركات التي عدلت نموذج أعمالها للتأقلم بطريقة سريعة جدا. وفيما يخص التسهيلات التي تم منحها للشركات الناشئة، أوضح ياسين وليد أن العديد من المؤسسات المتضررة بفعل جائحة كورونا استفادت من تسهيلات جبائية وضريبية. كان هناك تسهيلات جبائية ضريبية، هناك الكثير من القطاعات التي استفادت من تسهيلات، قطاعات معينة التي تضررت بطريقة مباشرة من جائحة كورونا. ولكن عندما نتكلم عن مؤسسات الناشئة نتكلم عن المؤسسات التي تعمل في جميع المجالات تحاول أنها تضيف القيمة مضافة تكنولوجية أو إبداعية في المجالات التي تعمل فيها. ولذلك فلما نتكلم عن مؤسسة الناشئة فلا نتكلم عن قطاع واحد أو فقط.